السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أصدقائي في قناة النجم. اليوم إن شاء الله تعالى أقدم لكم كيفية التسجيل في جامعة طيبة. قبل أسبوعين جامعة طيبة أرسلت هذه الرسالة تدعم الجامعة الطيبة من مدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية للطلاب المسلمين من جميع أنحاء العالم من غير السعوديين لتقديم طلباتهم للحصول على منحة للدراسة درجة بكالوريوس انتظام، وذلك لعام الدراسي المقبل 1443 هجري. جامعة طيبة هي جامعة سعودية تقع في المدينة المنورة، تأسست عام 2003 ميلادية، وتضم عددا من الكليات والتخصصات. التخصصات المتاحة للطلبة هذه هي كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية إدارة الأعمال، كلية التربية، كلية الحقوق، كلية العلوم والهندسة والحاسب الآلي، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، وكذلك كل هذه الكليات متاحة للطلاب. الشروط، ما هي الشروط؟ في شروط مكتوبة في الموقع الجامعة وشروط مكتوبة هنا نفسها، ما فيش فرق. التقديم في منحة جامعة طيبة لغير السعوديين، ألا يقل السن، ألا يكون أقل من 17، وألا يكون أكبر من 25. ثانيا، أن توافق الحكومة بلد الطالب على الدراسة للمملكة العربية السعودية، لازم أن تحصل موافقة من دولتك لكي يمكنك الدراسة بالمملكة العربية السعودية. كل هذه شروط مطلوبة، وأنزل هذه الرسالة اللي أرسلت الجامعة في الوصف بإذن الله تعالى، كل واحد يستطيع أن يقرأ. وكذلك هذه المنحة ليست مثل الجامعة الإسلامية، هذه جامعة طيبة متاحة للذكور والإناث، البنات حتى يستطيعون أن يتقدمون على الجامعة الطيبة، البنات حتى يستطيعون أن يتقدموا إلى جامعة طيبة، لكن الواجب المطلوب من النساء أو البنات أن يكون محرم موجود هنا، لازم يكون أبوها موجود هنا، أو جدها، أو أخوها، أو زوجها، تستطيع أن تتقدم إلى الجامعة الإسلامية. لو موه متاح أو لم يدرس الطالب، لم يكون موجود محرم، لا يمكن للبنات أن يأتون إلى المملكة العربية السعودية. أقوم بالتسجيل الآن والدخول على الموقع، وأنزل لكم رابط التسجيل في الوصف بإذن الله تعالى. نبدأ. ندخل أولا، أنزل لكم الرابط، لكن كل واحد يستطيع أن يدخل من هذا الموقع www.taiba.edu.sa. نضغط Enter. بعدما ضغطنا على Enter ظهرت لنا هذه الشاشة، أو دخلنا الموقع الجامعة. لو الطالب سعودي أو يعرف اللغة العربية لا يمكن للتسجيل للسعوديين، بس هذا تسجيل للطلبة الخارج المملكة. لو طالب يعرف اللغة العربية يستطيع يستعمل بهذه الطريقة، لو ما يعرف يغير إلى اللغة الإنجليزية. ننزل تحت، مكتوب هنا بوابة القبول الإلكتروني، ندخل على هذا البوابة. بعدما دخلنا على البوابة الإلكترونية موجود هذه الأشياء، نضغط على هذا برنامج المنح الدراسية الخارجية مرحلة بكالوريوس انتظام للفصل الأول للعام الجامعي 1443 مفعل، نضغط عليه، مفتوح الآن. وعند التسجيل ندخل التسجيل في البرنامج. بعدما دخلنا على التسجيل في البرنامج يوجد هذا المكان، هذا البرنامج خاص للطلبة غير السعوديين. هذه شروط الترشيح للمنحة الخارجية، كل واحد يستطيع أن يقرأ الشروط، وهي موجودة في الوصف اللي نزلتها قبل اللي أرسلت الجامعة، الأشياء المهمة بس نزلتها. كل هذه هي، اقرأ هذه المعلومات مهمة لو تريدها، لو ما تبغى على طول تجي إلى هنا تضغط على صح. صح، أولا أرغب في الترشيح في البرنامج المنح على الدراسة الخارجية مرحلة البكالوريوس انتظام، هذه هي.
تم قراءة الشروط، وأنا من تقرأ هذه الشروط وتضغط على هذه صح وصح صح تسوي كلهم صح، أتعهد بأني أجيد اللغة العربية كتابة وتحدثا. لازم أن تعرف اللغة العربية، لازم أن تعرف اللغة العربية. وبعدها نضغط على للترشيح، اضغط هنا. بعد ما دخلنا الترشيح اضغط هنا. بعد ما ضغطنا الآن فتح لنا هذه النافذة. هذه النافذة تكتب اسمك الأول، اسمك اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، وباللغة الإنجليزية كذلك تكتبها باللغة الإنجليزية. بعدها تختار الجنسية، الجنس ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، تختار اللي تبغاه، الحالة الاجتماعية أعزب أو متزوج، تاريخ الميلاد، محل الميلاد، الجنسية. وبعدها رقم الجواز السفر، مكان إصدار جواز السفر، تاريخ الانتهاء، نوع الهوية، وكذلك منطقة إصدار جواز السفر، مكان اللي أصدر فيها الجواز السفر، رقم الهاتف تبدأ بالمفتاح، وكذلك رقم الجوال والبريد الإلكتروني وحساب التويتر وحساب الفيسبوك. نعبي هذه المعلومات ونرجع. رجعنا الآن، كملنا البيانات، الاسم باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وتاريخ الميلاد وكل المعلومات كملتها كلها. أما بسبب هذا الحساب التويتر والفيسبوك، هذا بعض الطلبة يدخلون الأسماء اللي مكتوب عندهم، وبعضهم يدخلون الرابط. أحسن طريقة لتسجيل حساب البيانات التواصل الاجتماعي هذه الطريقة، تدخل على البروفايل أو الصفحة الرسمية، وبعدها تنسخ الرابط اللي مكتوب مثل هذا، تنسخ هذا الرابط وبعدها تنسخ الرابط على هذا المكان مثل هذا الطالب. نشوف الآن، ننسخ هذا الرابط ونذهب إلى نيو تاب، وبعدها نكتب هنا الرابط اللي كتب، نذهب على طول صفحة الأخ اللي أسجله الآن، نذهب إلى صفحته أولا بأول، وكذلك نجرب الفيسبوك، نجرب التويتر. وننسخ الرابط التويتر، ننسخ عليه ونضغط على نذهب إلى نيو تاب، وبعدها نقول بست وندخل عليه، وعلى طول نوصل إلى صفحة الأخ. هذا صفحة الأخ موجودين الآن، وهذا صفحته الفيسبوك والتويتر. هذه الطريقة وأسهل طريقة وأحسن طريقة لنسخ الاي دي أو الرابط أو الحساب التويتر والفيسبوك اللي سويتها أنا، سووه بهذه الطريقة وإن شاء الله يتم القبول بإذن الله تعالى. كملنا هذه البيانات، ننزل تحت، نزلنا إلى هذا المكان ونكمل هذه البيانات من هنا، العنوان الحالي ونكتب هذه العنوانات، وبعدها المدينة، عنوان بيانات العنوان في بلد المقيم، تكتب مكان اللي موجود فيه الطالب الآن والشارع ورقم المبنى، المنطقة، الحي، وكذلك رقم الشقة، وكذلك هذه البيانات. نكمل هذه البيانات، مكان العمل لو يعمل يكتب مكان عمله، مسمى الوظيفي، وكذلك هذه البيانات، وهذه البيانات مخصصة للنساء فقط، هذه البيانات مخصصة للنساء فقط. كما قلت لكم في البداية، تختار من هنا أولا لو هو موجود، والدها هنا تختار الوالد، لو أخوها موجود، لو زوجها موجود تختار هذه البيانات، وبعدها تختار نوع الجواز اللي عنده، اللي عنده جواز سفر بس، هل عنده إقامة، تختار الإقامة وتعبي الإقامة هذه، وكذلك تعبي رقم الإقامة هنا، وبعدها تكتب اسمها هنا، تكتب اسم الوالد أو الأخ أو الزوج هذا المكان، وبعدها هنا رقم الهوية أو رقم الإقامة بحسب ما اختار الشخص. وبعدها تختار من هنا، تعبيها من هنا هذه المعلومات، تختار بكالوريوس هو اللي متاح اصلا، وتختار هذا الثانوية لشهادتك علمي او ادبي، تختار النوع اللي عندك وسنة التخرج والتقدير، وكذلك هنا في بعض الدول يصححون الاختبارات من 5 وبعضها من 4 وبعضها من 100. نعبي هذه البيانات ان شاء الله الآن كملنا البيانات، عنوان الحالي وعنوان في البلاد تفاصيلا، وهذا ما عندنا، تكتبت المعلومات كلها، هذه المكان وهذا المكان، وهذا متاح وهذا للنساء فقط متاح، هذا الخيار يعبون النساء فقط ليس للذكور، لا هو مهم للطلاب.
أو النساء لازم أو البنات لازم تعبي هذه البيانات، واجب عليها. وتختار البكالوريوس من هنا، علمي أو أدبي تختار من هنا، وسنة التخرج اختارنا، والدرجات تكتبها بهذه الطريقة، لو هي من 100 تختارها تكتبها من هذا المكان. لازم أن يكون الطالب درجاته جيد جدا أو ممتاز، بس ما يقبلون أقل من جيد جدا، ولكن هذا الطالب عنده 70.75، لكن لو قبل الحمد لله، لو ما قبل وهم يقولون لازم أقل تقدير جيد جدا، أقل من جيد جدا ما يريدون الجامعة. نقول تسجيل البيانات. الآن نزل عندنا تم تسجيل البيانات بالنجاح. رقم الاستمارة، هذا هو رقم الاستمارة، لازم تحفظ هذا الرقم، هذا الرقم لازم تحفظه، مهم جدا جدا. لتحميل المستندات اضغط هنا، لازم تحمل عزيزي الطالب في حال عدم تحميل المستندات الخاصة بك خلال الفترة المخصصة للتقديم، يعتبر تقديمك لاغيا. لازم ترسل للجامعة الوثائق المطلوبة، نضغط هنا لكي نرفع الوثائق المطلوبة. الآن دخلنا رقم الاستمارة، وبعدما دخلنا رقم الاستمارة ندخل رقم جواز السفر. نقول دخول، نقول حفظ. أولا لازم طباعة هذا الأمر، لازم تطبعه، لازم يطبع كل شخص، هذه مهمة جدا، مكتوب فيها رقم الاستمارة ومكتوب وقت التسجيل وكل المعلومات الطالب مكتوبة وتكون مكتوبة كل شيء. ونقول طباعة لكي نطبع هذه الورقة، طباعة. كل شخص بعد التسجيل لازم يطبع هذه الورقة، وهي مهمة جدا جدا، كل واحد الأحسن أن تطبع قبل أن تنسى هذه المعلومات. هذا كلها نقول سيف، نحفظها بطريقة البي دي اف، مكتوب هنا سيف اس بي دي اف، احفظها في الكمبيوتر. حفظنا الاستمارة الآن، ونرجع إلى الصفحة، وهنا مكتوب تعديل الاستمارة، وهنا تحميل المستندات، وهنا تحميل الصورة الشخصية. قبل أن نحمل الصورة الشخصية نحمل تحميل المستندات. الأشياء المطلوبة والأوراق المطلوبة: شهادة ثانوية العامة، كشف الدرجات السنة الأولى، كشف الدرجات السنة الثانية، كشف الدرجات السنة الثالثة. هذا والله ما أدري أنا، السنة الأولى السنة الثالثة، نحن كصوماليين ما عندنا هذه المعلومات، لكن ندخل عليها كشف الدرجات اللي معانا بس. صفحة 1-3 جواز سفر، صفحة 3-4 جواز سفر، تقدير الطبي، شهادة دخول في الإسلام، اللي كان في السابق أو اللي كان مولد في الكفر بعدها أسلم يدخل هذا الشهادة، إثبات محل السكن، وهذه شهادات إضافية، وكل طالب مهم جدا جدا أن يدخل هذه الشهادات الإضافية، وهي مهمة جدا وتساعده على القبول في الجامعة الطيبة. وهذا البيانات مهمة جدا جدا لكل طالب أن يكمل هذه البيانات، وهي تساعده على القبول. ندخل البيانات، وكذلك قبل أن ندخل البيانات لازم نقرأ هذه الشروط المهمة جدا. بعض الجامعات تطلب بي دي اف وجي بي جي أي حال، لكن هذه الجامعة تطلب على أن تكون بصيغة جي بي جي، أي بالصورة. كذلك ألا يزيد الحجم الصورة من 1 ميجا بايت، ألا يزيد الحجم الصورة 1 ميجا بايت مطلوب. أن يتم تحميل كل المستندات مكان مخصص لها. ممكن تبغى تدخل الشهادة الثانوية تضغط هنا، لا لازم تضغط هنا تدخل مكان كل واحد مكانه، لكي يسهل لهم المراجعة أو القبول إن شاء الله تعالى. أن تكون الصورة واضحة، وهذا شرط مهم جدا، يكون الصورة اللي تدخلها تكون واضحة جدا. ندخل البيانات، ندخل الأوراق المطلوبة، ندخل هنا كما ترون الآن دخلنا كل الشهادات المطلوبة، شهادة ثانوية، شهادة ثانوية، شهادة ثانوية، شهادة ثانوية، رفعنا كل هذه الشهادات.
كلها كتبت نفس الاسم لكن متغيرة. صورة جواز السفر، بعض الجوازات تحتاج إلى تصوير كل الأماكن، لكن بعض الجوازات تحتاج إلى صفحة واحدة. لو هي صفحة واحدة تختار الصفحة الواحدة وتعيدها مرة ثانية وهي نفسها. هذا تقدير طبي، تذهب للمستشفى تسوي تقدير طبي. هذا الدخول في الإسلام، لو أنت ولدت بالإسلام أو كنت مسلم في البداية لا تحتاج إلى أن تدخل هذه البيانات، محل السكن، شهادة الميلاد، وشهادات الإضافية مثل شهادة القرآن والتزكية، حسن السيرة والسلوك. وهذه هي مهمة جدا للطالب لكي تسهل القبول. نقول تحميل المستندات. بعدما حملنا المستندات المطلوبة والآن تم أداء العمل بنجاح، وبعدها لازم مهم جدا الصورة الشخصية، صورة الطالب. نختار هنا، ومكتوب هنا أن يكون الصورة واضحة وملونة، أن تكون صورة وجه في وسط، وكذلك أن يكون اتجاه الوجه الأمامي وليس، وكذلك هذه المعلومات مهمة، يكون مقياس الصورة 4.4x6، ألا يزيد حجم الصورة على 100 كيلو بايت، أن يكون خلفية الطالب أو خلفية الصورة بيضاء. نختار هنا الصورة، اخترنا صورة ونقول تحميل. تم أداء العمل بالنجاح. الآن خلصنا وتقدمنا إلى الجامعة طيبة الطيبة، جامعة طيبة المدينة المنورة. وهذه الجامعة قريبة إلى الجامعة الإسلامية، وتأسست عام 2003، وإن شاء الله تقبلون بإذن الله تعالى. والجامعة مفتوحة الآن، التاريخ 3/7/2021 مفتوحة. أرسلوا رابط التسجيل قبل أسبوعين، ولكن أنا تأخرت على التسجيل، والسبب هو تصور تأخر، هو كان عندي اختبارات وزي كذا. وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وبالتوفيق كل طالب يتقدم إلى هذه الجامعة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.